السلام عليكم متابعين قناة شهيوات سعاد إيفاتي. اليوم إن شاء الله نقدم لكم غريبة البهلة كتجي مشققة، طريقة التحضير ديالها سهلة وناجحة 100% بالنسبة للمبتدئات. على بركة الله ناخذ المقادير وندوزوا لطريقة التحضير. المقادير اللي غنحتاجو: كاس ديال العنبة قل ربع من الزنجلان محمر ومهرمش، كاس قل ربع من اللوز محمر حتى هو ومهرمش على هذا الشكل، كاس ونص ديال العنبه مسكر سنيدة طحنتو في الطحانه الكهربائيه، كاس ونص ديال الزيت نباتيه، وكاس ونص ديال الزبده مذوبه. انا استعملت هنا الزبده ديال العلبه، تقدروا تستعملوا الزبده ديال الاكل، من الافضل الزبده تذوبوها مزيان حتى ما يبقاش فيها داك الماء او الحليب، تيولي اللون ديالها هكا نوازيط على هذا الشكل، كيجي المذاق ديالها زوين في الغريبه. جوج اكياس من خميره الحلويات ما يعادل 16 غرام، كل كيس فيه 8 غرام، جوج اكياس من السكر الفانيلا، رشه ديال الملح، والفلون كراميل كيعطي واحد النكهه زوينه للغريبه، والدقيق كيبقى على حسب الخليط. على بركه الله ندوزو دابا لطريقه التحضير. غناخد شي قصعه غندير فيها الزيت، بسم الله، غندير الزبده والسكر سنيده. انا السكر راني طحنتو في الطحانه الكهربائيه باش ما يجيش باين الغريبه. غندير السكر فانيلا وغنبدا نخدم هاد السكر والزيت والزبده، بسم الله. غنضيف الزنجلان، اللوز، بالنسبه للسيدات اللي ما متوفر لهمش اللوز يقدروا يكتفيو غير بالزنجلان بوحدو، الانسان يعني يقدر لي متوفر او يدير غير كميه قليله، يعني ريحه البهله كتجي زوينه غير بالزنجلان بوحدو، غير اللوز كيعطيها واحد الاضافه خاصه. غندير الفلون كراميل كيعطي واحد النكهه زوينه، حتى الا بغيتو تضيفوا جوج ديال الاكياس ضيفوا، انا حيت غير واحد اللي متوفر عندي فدرت غير واحد. دابا غنبدا نضيف الدقيق، طبيعه الحال الدقيق راه عندي مغربل، والكميه ديال الدقيق كتبقى عيني ميزانيه على حساب يعني العجينه. غنضيف رشه الملح ضروري باش كتثبت المذاق ديال السكر والخميره ديال الحلويات. نحاولوا ندلكوا العجينه مزيان ما بين يدينا، بمجرد ما كتبقى العجينه كتجمع هذا القياس راه كافي، صافي ما غنضيفش الدقيق. غنجيب دابا واحد الحكاكه د مطيشه، كيف العاده انا دائما البهله كندوزها في الحكاكه د مطيشه، فهاد الحكاكه هذه غندوزها في هاد العيون. بعد ما جمعت العجينه دابا غندوزو نكوروها. غناخذ صينيه ديال الفرن غندير فيها ورق الطبخ، في هاد الاثناء هذه راني شعلت الفران يسخن، يعني خاصكم دائما قبل ما تبداو تكوروا الغريبه شعلوا الفران يسخن، خصو يكون سخن مزيان. دابا غنبدا نكور على بركه الله، بسم الله. كتكوروا القياس اللي بغيتو نتوما، واش بغيتو الغريبه كبيره او صغيره. هاد القياس انا راه كافي. كتكور بسهولة. نديرها مع بين يدينا هكا واحد شوية ونكور. بالنسبة للسيدات اللي بغاو يديروا كمية كبيرة يضعفوا المقادير، ولا بغاو نص الكميه غيقسموا المقادير على جوج. دابا غندخل الصينيه ديالي الفرن، بطبيعه الحال الفرن راه سخون، غندير هاد الصينيه تحت العافيه، يعني العافيه خاصها تكون على وجه الغريبه حتى تبدا تشق، عاد نطلعها الفوق تكمل الشقان وطيب من التحت.
الا بغيتوا الغريبه يعني تنجح معكم في الطياب وتشق لكم، خاصكم يعني تبعوا هاد النصائح ديال الطياب. خاص العافيه تكون فوق الغريبه حتى نشوفوها بدات كتشق واحد شويه، عاد نطلعوها للفوق تكمل شقان وطيب من التحت، ورجعوا عاوتاني نهبطوها تحمر لتحت. الشكل النهائي ديال غريبه البهله اللي حضرت معكم هو هذا، كما كتلاحظوا راها كتجي مشققه وحتى في المذاق راها لذيذه. هاد الوصفه صدقوني راها ناجحه 100% بالنسبه للسيدات اللي ما كتصدقش معاهم البهله ولا اللي اول مره غيصاوبوها. ما كنستعملش انا صينيه البهله بتاتا، تندير غير الصينيه العاديه ديال الفرن كما لاحظتوا معايا. نتمنى هاد الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. والى هنا وصلنا لنهايه الفيديو، كنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ووصفه اخرى بحول الله تعالى. فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.